الوليد رفيق هيلة طلع حليل مؤدب وخجول والزين فيه بعد انه فطن وذكي. شلون لي خالد ذكي والولد بغى يلعب على بنت الناس ومركبها معه في سيارته بعد؟ يا بنت الحلال طيش طيش شباب هذا. طيش شباب؟ ايه انت تدرين هالحين هم من متى يعرفون بعض؟ يعرفون بعض من ايام بيوت الطيف السبالة. وشو؟ هيلة بنت محمد تعرف الولد من يوم كنا في بيوت الطين؟ بس الزين في الموضوع الزين في الموضوع ان الولد جاد مع البنت، يعني ما هو بناوي بس يضحك عليها وياخذ اللي يبي ويرميها وينحاش. الولد ميت يبي يتزوج. انا حسيت من كلامه انه جاد، ويقول انه اذا تخرج بيتوظف ويبي يجي خطبها. طيب يا خالد تشوف الولد يصلح الهيلة ولا ما يصلح؟ والله أنا ارتحت له، بس الحين أنتي جسي نبض هيلة، شوفي وش رايها في الموضوع. أنا ماني مصدقة يا خالد، هيلة بنت محمد تعرف واحد من سنين؟ يا ما تحت السواهي دواهي.